مشاهدينا ومساء الخير بكل من انضم إلى شاشة روتانا في برنامجكم اليومي والمباشر سيدتي. مواضيع حصرية ومميزة لليوم، عندنا لقاء حصري مع الأم اللي ارتبط اسمها بقضية تعنيف طفل حفر الباطن، بالإضافة إلى ظاهرة التحرش بالفتيات في السعودية. لكن في البداية اسمحوا لي أنتقل إلى جدة والرياض لأمسي على زميلاتي. مساء الخير. مساء الخير وأهلا بكل من انضم الآن إلى شاشة روتانا الخليجية لمتابعتنا على مدى ساعتين في حلقة جديدة وفقرات متنوعة كالعادة. وأمسي على زميلتي خلود في جدة. مساء الخير. يسعد مساك جيهان ومساء مشاهدي الكرام في كل مكان، حياكم الله في حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم سيدتي. كالعادة نسعى لتقديم كل ما هو جديد ومميز. خليني أذهب الآن إلى الرياض ومسي على زميلة رنيم القبج. يسعد مساك يا رنيم. مساء الخير خلود، وطبعا مساء الخير جيهان، واهلا بمشاهدينا الكرام متابعي سيدتي. مثل ما عودناكم مشاهدينا مواضيع متنوعه، واليوم بنتكلم من الرياض عن الواجبات الاجتماعيه وتاثيرها على نسبه السمنه وزياده الوزن. مشاهدينا التفاصيل بعد قليل، لكن الان ننتقل الى ابو ظبي، نرجع لهبه نمسي عليها بالخير ونستعرض معها بقيه فقرات سيدتي لليوم. مساء الخير هبه. مساء النور. شكرا ليكي. سريعا حذكركم بمواقعنا اللي تقدروا من خلالها تتواصلوا معنا بأفكاركم ومقترحاتكم، وتقدروا كمان أنكم تتابعوا البث المباشر من خلال الرابط الظاهر على الشاشة. أما الآن حنتعرف على أهم عناوين حلقتنا لليوم، نتابع. في سيدة اليوم، سيدة المجلة والبرنامج ينفردان بلقاء الأم المتهمة في قضية تعنيف طفل حفر الباطن. نصائح للتعامل مع ضغط وعدوانية زملاء العمل، وتخلصي من ضغوط الحياة بالضحك. هاشتاغ تحرش شباب بفتيات الشرقية يثير جدلاً في ساحات تويتر. أحلام ريانا، هيفا وهبي ونانسي عجرم نجمات فاشن رادار لهذا الأسبوع. الواجبات الاجتماعية تؤدي بنا إلى السمنة والأمراض. وحنبدأ حلقتنا بأخبار السعودية. حنبدأ مع خبر بعنوان فتيات حافز احذرن الاتصالات المجهولة. وفي التفاصيل يبدو أن نظام حافز تم اختراقه، حيث كشف أولياء أمور عدد من الفتيات المسجلات في حافز أن مكالمات مجهولة بدأت ترد لبناتهن مؤخرا، يدعي أصحابها أنهم من مسؤولي حافز أو جدارة. وأبدى أولياء الأمور استياءهم من هذه المكالمات، حيث تتضمن طرح أسئلة شخصية على الفتيات وصفوها بالسخيفة والخادشة للحياة، مثل ماذا تحبين من ملابس وألوان. وأضاف أولياء الأمور أن المتصلين يملكون معلومات دقيقة عن تفاصيل بيانات تسجيل الفتاة، مثل رقم السجل المدني وموقع السكن، مشيرين إلى أن المتصلات معظمهن من النساء، ويدعين أنهن من لجنة المقابلات الشخصية في حافز، مطالبين بالتحقيق بشأن هذه الاتصالات المشبوهة، في حين التزم مسؤولو حافز الصمت تجاه هذا الأمر. يعني مشكلة لما يعني احنا كإعلام كمان بنواجه مشكلة، انه للأسف احيانا في جهات مسؤولة ترفض انها تطلع في الإعلام، يعني حتى تدافع عن نفسها او حتى تشرح وين القضية وين المشكلة. الحل انه يكون في حرص، لانه للأسف يعني صار عندنا في السعودية زي ما هو موجود في العالم كله، بس احنا صار عندنا بزيادة انه في نصب واحتيال بطرق متنوعة ويعني بطرق شديدة الذكاء يعني، وفيها خطر كمان على الأسر. فحلو الواحد يكون عنده دقة أكثر ويدقق لما تجيله هذه المكالمات حتى نلاقي تفاعل من الجهات المسؤولة وتهتم بالموضوع. الآن حننتقل إلى خبرنا الثاني. أكدت الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية على جعل أسعار الوجبات المدرسية في متناول الجميع، محذرة من رفعها أو بيع وجبات غذائية غير صحية. وأشارت إلى وجود لجان المراقبة للمقاصف المدرسية، حيث تواجه المقاصف انتقادات عدة من أولياء الأمور، وبخاصة فيما يتعلق في الأسعار التي وصفوها بالمرتفعة، إضافة إلى عرض أغذية تخالف الضوابط الصحية. فيما أوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية خالد الحماد أن تشغيل المقاصف المدرسية يتم وفق شروط ومواصفات وضوابط، وما يقدم للطلبة في المدارس من وجبات غذائية يجب أن يراعي مراحل النمو المختلفة
والقيمة الغذائية بناء على الاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية وبأسعار في متناول الجميع. كما يمنع بيع المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وأيضا الحلويات وما يطلق عليها المصبرات والمسليات ورقائق البطاطس بمختلف أنواعها. يعني مشكلة أو يعني المقاصف المدرسية هي قضية سهلة جدا وطال الحديث عنها بسبب يعني التقصير، أنه ما في متابعة، ما في مراقبة، ما في بدائل، يعني ما في تنافس من قبل شركات أكثر أنها توصل للسوق السعودي، سواء كانت من السعودية أو من الخارج، أنها توصل وتحاول يعني تقدم بدائل طبية أو صحية بالأصح، لأنه في كثير سمنة عند الأطفال في السعودية، في كثير أمراض منتشرة في أعمار يعني صغيرة بسبب أنه المدارس ما فيها المقاصف، ما فيها اختيارات صحية ومناسبة للأعمار المختلفة لتكوين جسم الأطفال والطلاب. ف يعني لو يكون في ما في إمكانيات أو ما في شركات موجودة عندنا في البلد تقدر تغطي، يجيبوا شركاتنا الخارج. بس موضوع طال يعني زيادة عن اللزوم، موضوع بسيط جدا، يعني حرام هذول الأطفال صحتهم بتتدمر بسبب الأكل الغير صحي. مشاهدينا، إحنا عندنا المواضيع الساخنة والجدلية، لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. مجلة سيدتي لكل امرأة تريد أن تجدد أنوثتها، شخصيتها وأيامها. سيدتي، عالمك في مجلة. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. أنت متفوقة معها والطموحة معها. أنت السعيدة معها، الرابحة معها. أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية. في سيدتي بعد الفاصل، سيدتي المجلة والبرنامج ينفردان بلقاء الأم المتهمة في قضية تعنيف طفل حفر الباطن. مشاهدينا، مين مننا ما بيعمل يعني في حياته أو في مجال عمله مع أشخاص صعب التعامل معهم، سواء لمزاجيتهم أو لأنهم عدوانيين في العمل؟ كيف نقدر نتعامل مع هذا النوع من الأشخاص بدون ما نتسبب بمشاكل في مكان العمل، وكمان تخفف من الاسترس اللي بيأثر علينا إحنا من خلال التعامل معهم والاحتكاك اليومي معهم؟ خلينا نتابع مع التقرير اللي كان من إعداد الزميل علي قباني تفاصيل عن الموضوع. بالرغم من مدى جدية الإدارة في انتقاء الموظفين للعمل لديها وإبقائهم، لابد لك من أن سبق وعملت في يوم من الأيام مع أشخاص يصعب التعامل معهم وتجد نفسك في مشكلة وتحاول إيجاد الحل. يوجد أنواع مختلفة من الأشخاص الذين يصعب التعامل معهم، فمنهم من يهملك باستمرار كلما أردت التحدث إليهم، أو منهم من هم شديدو التذمر، ومنهم من يمكن دعوتهم بمدمنين نميمة، وهناك المتكبرون بشدة، بالإضافة إلى الذين لديهم سلوك يتصف بالعدوانية المفرطة، وغيرهم من الذين يتهربون من المسؤولية. فإذا كنت من الأشخاص اللواتي يجدن صعوبة في التعامل مع هؤلاء الأشخاص في مكان عملك، إليك بعض النصائح. قبل الذم والتأشير بإصبع الاتهام على زميلك الذي يصعب التعامل معه، قومي بدراسة دوافعك وردود فعلك، واضمني من أن السبب الأساسي للمشكلة لا يكمن في عدم صبرك أو عدم تمتعك بالمرونة أو التعامل مع الحالة بشكل مبالغ به بشدة. تستطيعين أن تختاري بين مواجهة الشخص الذي تجدين صعوبة في التعامل معه أو أن تتجاهليه، والأفضل أن تتمتعي بالإيجابية وأن تتجاهلي المشكلة. يمكن إرجاع حجم كبير من نجاح الشركات الحديثة إلى التنوع الذي يوجد في طاقمها الوظيفي، لذا عليك تقبل الاختلاف والتنوع لأنه السبيل الوحيد الذي سيخدم الشركة ومصلحتها.
يعتبر الانفتاح من أهم الحلول لسوء التفاهم الذي قد ينتج بين الناس. عليك أن تحاولي تفهم الخلفية التي أتى منها ذلك الشخص وما الأهداف والدوافع التي تؤثر على سلوكه. من أهم الأمور التي يجب اتباعها في أثناء حل الخلافات التي قد تنتج بين زملاء العمل هي التحلي بنظرة إيجابية ومتفائلة، ويجب أن يمتلك الشخص الثقة الكاملة بأنه سيتم حل جميع المشاكل. لا تلجئي إلى التصرفات الهجومية والعدائية التي تهدف إلى الأخذ بالثأر والتغلب على الشخص الذي يصعب التعامل معه في مجاله. يعني فعلا تقرير رائع، نشكر عليه الزميل علي. فعلا الاحتكاك اليومي مع الأشخاص والضغط حق العمل والتفكير والمشاكل الأسرية أحيانا، كل هذه الظروف مع بعض بتشكل ستريس عالي على أي شخص في العمل. حلو دائما يكون في تعامل مع الزملاء أنه كل شيء يكون بشكل عملي رسمي، ما يكون في كل واحد يحاول أنه ما يقصر. يعني المشكلة في العالم العربي الناس بتدمج بين العلاقات وبين الشغل، يعني مجرد الواحد يكون لطيف مع أحد خلاص لازم نكون علاقتنا صداقة يعني والشغل يطلع برا. فحلو دائما يكون كل شيء له حدود والواحد يكون تعامله مع الآخرين كمان يعني مقبول. إن شاء الله تكون هذه الطرق تساعد في تخفيف الاسترس. سيدتي متابع بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. سيدتي نت، الموقع الأول عربية. سيدتي نت نمبر 1. سيدتي نت الموقع الأحلو برشا. موقع سيدتي نت هو الموقع العربي الأول. الموقع النساء الأول. سيدتي نت الموقع النسائي الأول. سيدتي نت الموقع النساء الأول العربي. سيدتي الأولى على طول. من جديد، انفردت مجلة سيدتي بلقاء الأم المتهمة في قضية تعنيف طفل حفر الباطن. هذه القضية اللي شغلت الرأي العام السعودي الشهر الماضي. الأم عبرت خلال اللقاء مع مجلة سيدتي عن أسفها للتشهير اللي تعرضت له، مبينة أنه قصتها بتحمل الكثير من فصول المعاناة واللي بيجهلها الرأي العام. طبعا كانت المفروض هذه السيدة تكون معنا في البرنامج وتكون معنا في مكالمة هاتفية حتى توجه يعني رسالة للإعلام وحتى تعبر أنه زي ما هي قالت أنه هي انظلمت في هذه القصة وهي حابة تتكلم عن هذا الظلم، وأعطتنا الموافقة وأكدت السيء جدا والمزعج أنه اليوم من الصباح فريق العمل كلهم بيتصوا عليها من أكثر من رقم، أرسلوا لها رسائل ولم تتجاوب. فالسيء أنه يعني أنا من البداية كنت شايفة أنه ما في مبرر للعنف أيا كان، حتى لو كانت الظروف صعبة، حتى يعني هي الله يشفي لها أولادها إن شاء الله، عندها 3 أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وعندهم توحد، فهي تعبانة مع هذه المسؤولية، وهي تزوجت أكثر مرة وانفصلت في الآخر، هدول الأبناء هم مسؤولية عليها هي، بس هذا لا يبرر التعنيف والضرب. يعني الله يعينها، مش شيء سهل، بس لا يبرر التعنيف والضرب، ولا يبرر كمان أنها تتفق معنا على أنها تطلع معنا على الشاشة وما تطلع. وعلى فكرة في بعض الضيوف كمان بيعملوا كده، أنه نكون مرتبين لأنه إحنا برنامجنا يومي ومباشر معاهم. بعض الجهات حتى أحياناً اللي تكون لها يعني سلطة أنها تجاوبنا على مواضيع معينة وآخر لحظة الجوال مقفل طول اليوم يعني، فياريت ما تعطوا وعود وفي الآخر ما تظهروا على الشاشة، بالعكس هذا موقف بيحرجكم أكثر من ما يكون في صفكم. لو ترفضوا يكون أفضل، ممكن إحنا ندور على بديل آخر يتكلم في الموضوع. يعني العنف ما له أي تفسير. وكمان في نقطة تانية أنا أعتقد أنها مهمة، إحنا عندنا مراكز العناية بالتوحد أو بذوي الاحتياجات الخاصة محدودة جدا جدا، وتكاليف العلاج فيها يعني خيالية بالنسبة للأسر، فهذه كمان نقطة تانية فيها تقصير. لازم يكون في عندنا مراكز أكثر لمعالجة التوحد، لمعالجة ذوي الاحتياجات الخاصة، يكون في مراقبة على اللي بيعملوا في هذه المراكز، لأنه أحيانا ما بيكونوا مؤهلين، ما بيكون عندهم تدريب ومتابعة للي بيعملوه، وكمان الأهالي يحتاجوا ياخذوا زي نوع من الدورات حتى يعرفوا كيف يتعاملوا مع هؤلاء الأبناء.
ما في جهات بتعمل هذا النوع من الدورات، ولو كان في فهي يمكن جهة أو اثنين واسمها مواصل للإعلام. فمهم أنه يكون في جهات أكثر تدريبية، لأنه يعني ذوي الاحتياجات الخاصة للأسف في العالم العربي كله بشكل عام بيتعاملوا معهم بشكل جدا يعني سيء، وفي أهالي بيحبسوهم يعني بياما قرأنا قصص في الجرائد بيحطوهم في زي القفص، بيحطوهم في البدروم في البيت، بيتعاملوا معهم معاملة يعني حتى الحيوان ما يجوز الواحد يتعامل معه بالطريقة هذه. فياريت يكون في توعية أكثر. وإحنا طبعا عندنا رأي الفوكس بوب بموضوع التشهير، هي طبعا السيدة هذه رفضت فكرة التشهير وموضوع التشهير، إنه ليش شهرت فيها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، فهي ضد موضوع التشهير. أنا أرى أنه بالعكس التشهير في بعض الحالات يكون رادع لكثير من الأشخاص عن هذا النوع، بس خلينا نشوف أراء الناس في الشارع هل كانت مع التشهير ولا لا، ونرجع. والله التدخل يعني ممكن يكون في بعض الحالات يكون مطلوب، خاصة لما يكون مثلا التدخل في مثلا أقارب أو مثلا ناس ما هم عارفين مصلحتهم زي ما تقولي الصغار مثلا، عرفتي؟ وفي بعض الحالات لا يكون تطفل، فهو في بعض الحالات يكون لا ضروري، وفي بعض الحالات يكون من اسمه لقافة. أنا يعني مرة ما أحب وضد التدخل بشؤون الآخرين، إلا إذا كان في شيء مثلا شفت أنه الطرف الآخر في شيء له مضرة عليه أو كذا، هنا أوكي يعني مرة يحتاج أنه أتدخل وأطلب التدخل بقوة، بس أنه أنا من ناحيتي أنا ضد مرة التدخل بالشؤون. والله التدخل يكون تطفل، أوكي في بعض الأحيان ممكن وبعض الأحيان لا. أنا أفضل إنه يكون التدخل يعني الأشياء الكبيرة اللي يبغى لها حل، يعني مثلاً مشاكل زوجية أو خلافات كبيرة، أما الأشياء العادية تدخل يعني تحسينه زي نوع من التطفل، يعني يسبب يعني إذاء نفسي للشخص. والله تتدخل إذا كان شيء يعني يستاهل، لكن غيره أبد. لكن في بعض الأشياء ما يصح الواحد يتدخل فيها، وإذا تدخلت تدخل بشكل احترام وتكون الواحد يعني تعرف وتصير قريب له، غير كذا ما تدخل في شيء. استطلاع الرأي للناس كان عن سؤال هل التدخل في شؤون الآخرين شيء يعني محبذ أو لا، قصتهم لما كانت الجارة دخلت وراحت يعني بلغت وصورت بالواتساب وبعتته عشان ينقذوا الطفل. ففي ناس تشوف أنه نوع من زي ما نقول بالسعودي لقافة، وفي ناس تشوف أنه لا بالعكس إذا كانت قضية كبيرة، هو فعلا قضية كبيرة، لكن التشهير هو الموضوع الثاني اللي احنا نتكلم فيه. زي مثلا في الإمارات بيصير في بعض القضايا وتحديدا مثلا في المعاكسات أو التحرش بالفتيات في تشهير، فعشان كده مع وجود 170 جنسية في الإمارات مع ذلك ما في قضايا تحرش ظاهرة، يعني الناس تمشي في الشارع بأمان لأنه في قانون وفي تشهير. يعني واحد مجرد يتخيل أنه اسمه حينزل في الجرائد واسم عائلته يعني يتراجع تماما عن هذه الخطوة. فبالعكس أنا مع أنه يكون في تشهير لما يكون في قضايا زي كده ممكن يموتوا فيها ناس حتى الناس ترتدع، لأنه في ناس الوازع ديني ما بيخليهم يرتدعوا. وهذه قضية طبعا كلنا عارفين أنها جدلية، والمشكلة أنه في بعض الأمهات يعني لما بيكون عندهم أكثر من طفل وبيكون عندهم إعاقات بيكون الوضع صعب عليهم أنهم يتحملوا هذا العبء لوحدهم، فما بيلاقوا أحيانا دعم زي ما ذكرت، أنه ما بيكون أحيانا في جهات بترعى هؤلاء الأبناء وبتساعدهم، مع أنه بلدنا بلد خير فيها كل الإمكانيات الموجودة، لكن في أحيانا يعني تقصير في بعض النقاط. وزي ما كنت أتكلم عن موضوع التوحد يهمنا كمان أنه إحنا نتعرف على التعامل مع هؤلاء الأطفال اللي بيكون عندهم مرض التوحد، الله يشافيهم جميعا. عشان كده حننتقل إلى زميلتي رنيم في الرياض ونتعرف على رأي الاختصاصيين بالموضوع. مساء الخير رنيم. مساء النور هبه، شكرا لك. يعني كذا نقطه اليوم ذكرتيها صراحه، بدايه اعتذار بعض الضيوف للاسف خلال يعني معكم اليوم بطوله معكم يوم كامل ممكن تعتذروا، لكن انك تعشم شخص بانك بتوضح قضيه، يعني الاستاذه او والده الطفل بغض النظر عن موقفها كان ممكن يكون فعلا لها مبررات جيده، وممكن عن طريق مثلا اتصال هاتفي انها تطلب معونه بشكل مباشر طالما عندك ثلاثه اطفال عندهم توحد او مشاكل مثلا انهم ذوي احتياجات خاصه، ممكن الاتصال اختي الكريمه كان حل بالنسبه لك ولغيرك. يعني إضافة لموقف طبعا ذكرتيه بأن يعني بلدنا بلد خير، لكن هذا على مستوى العالم، يعني حتى الديانات فيها قوانين موضوعة
لأن فعلا في كل ديانة وفي كل عصر وفي كل زمان من أساء من أمن العقوبة أساء الأدب. يعني هذه قوانين موضوعة للحد من المشاكل، وعشان كل شخص مثل ما ذكرتي حتى اللي رادع الديني ما يمسكه أو يلزمه يكون في عقوبة، يعرف الشخص إنه أنت لو عملت شيء غلط ترى الناس صارت تتصور، ترى الناس تتكلم بهذه المواضيع، وسائل التواصل متواجدة، مهما خبيت لو عملت غلط بيظهر، لأن ممكن هذا الخطأ يكون خطأ عام ويؤدي إلى ضرر كبير. فشكرا لك هبة، وطبعا مثل ما تحدثنا بالموضوع هي قضية مؤثرة بغض النظر عن تفاصيلها. الله يعين ويساعد كل أم عندها طفل ذو احتياجات خاصة، كيف لما يكون عندها أكثر من طفل يمر بهذه المشكلة. لكن مهما كانت يعني حالة الإعاقة اللي يمر فيها الطفل، نتكلم عن صورة شفناها جميعنا، ولد موجود في حوش مربوط كأنه وانتم بكرامة يعني حيوان، هل هذا معقول أو مقبول بغض النظر عن وضع الأم؟ هذا السؤال أنا طبعا ببتدي فيه مع ضيفي الكريم الدكتور حسين الشمراني استشاري النمو والسلوك. بغض النظر عن وضع الأم، طفل مربوط بحوش والناس حزنوا عليه أو ضايقوا من منظره، ممكن من الإزعاج صوروا والصورة انتشرت وصارت قضية. نعم، حقيقة أنا سأعلق بشكل عام عن الأسرة التي لديها أطفال ذوي احتياجات خاصة وكيفية التعامل معهم. أحيانا يكون التعامل معهم صعب جدا، أحيانا بطريقة غير صحيحة، سواء الربط، سواء الحبس، سواء العزل عن الناس، سواء المعاقبة الشديدة في محاولة السيطرة على تصرفاتهم. أحيانا الأسرة صراحة تعاني كثيرا، يعني يجب أن نفهم أن هناك ضغط كبير على الأسرة، خاصة في ظل غياب أحد الأبوين مثلا. أحيانا وجود طفل ذوي يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة قد يشكل ضغط نفسي كبير على الأسرة، أحيانا قد يكون سبب في انفصال الوالدين، فما بالك بوجود أكثر من طفل، فهناك ضغط نفسي كبير. الآن الإنسان عندما يواجه ضغوط كبيرة ويصعب عليه السيطرة مثلا على ابنه أو على نفسه حتى هو في ظل الظروف هذه، أنا أعتقد يطلب المساعدة بدلا من تحميل الطفل المسؤولية وعقابه بشكل قاسي، لأنه في النهاية الطفل هذا ضحية حقيقة، هذا يعني أمر قدره الله، والطفل يحتاج إلى مساعدة وليس إلى عقاب ولوم يعني على تصرفاته. بالعكس نحن نحاول نفهم لماذا يتصرف بهذا الشكل، قد يكون غريب علينا تصرفاته، قد يكون مثلا تصرفاته تسيء الآخرين، لكنه بدون قصد هو حقيقة يحتاج إلى مساعدة أكثر. كل ما يكون لديه يعني إعاقة أكبر واحتياجات أكثر فيحتاج إلى مساعدة أكثر وليس إلى عقاب أكثر. صحيح. فهنا أنا أعتقد الشيء الأساسي يبدأ الإنسان بمحاولة البحث عن مساعدة لنفسه لكي يستطيع أن يقدم المزيد لأطفاله، يعني من يكون مسؤولين عنه، مسؤول هو عنهم، وكذلك الأطفال، البحث عن مساعدة لهم. الآن نفهم أن هناك مثلا نقص في بعض الخدمات خاصة في الأماكن التي تكون خارج المدن الرئيسية، فهناك نقص في التوعية ونقص في الخدمات. نقص التوعية حقيقة مهم جدا، هي فهم الأسرة لاحتياجات الطفل، لحالة الطفل، فهم المجتمع لطبيعة يعني الطفل، طبيعة المرض الذي يعني أصابه، يجعل المجتمع يتقبله بشكل أفضل. نعم. طب كيف أنا أسمح لك بغض النظر عن القضية اللي تكلمنا فيها اليوم طفل التوحد، لكن بشكل عام إذا كان عندنا حالة طفل توحد مثلا، كيف يفترض الأسرة تقنع المجتمع؟ هو دور صعب أنا أعرف أكيد، يعني تقنع المجتمع بأن هذا الشخص عنده مشكلة معينة لكن هو للحق في الحياة بشكل طبيعي، كيف تتصرف الأسرة بمعنى ثاني؟ نعم، هنا يبدأ من الأسرة. الأسرة طبعا عندما يعني تكتشف أن لديها طفل مصاب بالتوحد، المرحلة الأولى بتكون مرحلة صدمة على الأسرة. أنا أعتقد في المرحلة هذه يجب الأسرة أن تتحاول تتقبل المشكلة. لحل المشكلة في البداية يجب أن تعترف بوجود المشكلة. نعم. في البعض ينكر المشكلة، يحاول أن يخفيها، يحاول أن يخفي الطفل هذا، يخجل منه. لا، أنا أعتقد التصرف الأفضل أن تعترف بالمشكلة، وأمر قدره الله قد يكون هذا الطفل هو مصدر ليعني الأجر والمغفرة من الله، وقد يكون سبب في رزقك من الله. الآن يجب أن يتعاملوا مع الطفل هذا، يقدموه للمجتمع، يشرحوهم للناس ما هي المشكلة ولماذا الطفل يتصرف بهذا الشكل. أيضا هناك الدور صراحة على مثلا الوسائل الإعلام، يعني الجهات المسؤولة في توعية المجتمع لفهم هذا المرض وفهم تصرفات الأطفال، لماذا يتصرفون بهذا الشكل. البعض مثلا قد يتخوف، ما لماذا الطفل مثلا يصرخ بهذا الشكل، هل هو يعني هل هذا المرض معدي، هل هو كيف نتصرف معه، هل سيؤذي الأطفال الآخرين.
حقا يجب أن نتقبلهم. نعم. ونعرف كيف أن نتصرف معهم. هم عندهم مشكلة في فهم تصرفات الآخرين، فهم كلام الآخرين، فأحيانا قد تكون ردة فعلهم نتيجة الخوف الشديد، القلق، لا يفهمون ما هو المقصود من يعني مثلا عندما يأتي إنسان لاحتضانهم أو محاولة مثلا يعطاهم أوامر معينة وهم لا يفهمون، فقد يتصرفون بطريقة يعني التوحد طبعا أنواع مختلفة، لكن أذكر أني قرأت أن واحدة من وسائل العلاج إذا كان الطفل فعلا يرفض الآخرين تصير العملية عكسية، يعني مثلا عندي الطفل يفرض اقتراب أهله منه، لا تصير القصة احتضان بشكل أكبر، يعني إعطاء إحساس بالاحتواء خلينا نسميها. هذه الحالات من العلاج تنفع مع جميع حالات التوحد؟ إحنا يعني عندما نحاول نفهم ما هو التوحد بشكل أساسي، ما هي مشكلتهم، هم لديهم صعوبة في التعبير عن أنفسهم. نعم. فقد يكون لديه حب لوالديه، رغبة في مثلا يعني اللعب معهم، لكن لا يعرف الطريقة المناسبة، لا يوجد لديه كلمات للتعبير والتواصل. صعب. ولا يوجد لديه يعني وسيلة أخرى للتواصل مثلا بالنظر، بتعبير الوجه وبالجسم لكي يعبر عن شعوره بالفرح أو بالسعادة، فقد يكون تعبيره بطريقة مختلفة. أيضا فهمه يعني المحيط، يعني عندما الآخرين مثلا يحاول أن يحتضنوه هو قد لا يفهم ما هو المقصود بالضبط منه مثلا، أو يحاول مثلا لديه خوف وتوجس من أشياء كثيرة حوله، قد يكون يعني لديه حب لوالديه لكن بسبب مثلا وجود أنوار عالية تشوش عليه، وجود أصوات عالية تشعر بالخوف والقلق، وجود أطفال آخرين هو متوجس مخائف منه، وبالتالي لا يستطيع أن يتفاعل بشكل طبيعي مع المحيط الذي يعني حوله. نعم. فأنا أعتقد كل طفل طبعا يختلف عن الثاني في طريقة التوحد، هم لا يمكن أن نعاملهم جميعا بنفس الطريقة، كل حالة ولها طريقة تعامل خاصة. صحيح صحيح. هم نقول إحنا طيف، فهناك حالات خفيفة جدا ويتكلموا ويدخلوا مدارس ويبدعوا، بعضهم يدخلوا الجامعات، إلى حالات شديدة جدا لا يملكون كلمات وعزلة تامة ولديهم سلوكيات قد يصعب السيطرة عليها، وهناك في الوسط يعني اختلاف وتنوع في وجود الأعراض وفي شدتها. طب إلى أي مدى الأهل لهم دور في تحسين أو تطوير الوضع الطبي للمصاب بالتوحد أو العكس جعله أسوأ؟ هذا الدور أساسي، دور أساسي يعني علاج التوحد هو الأسرة. الآن فهم الأسرة وتفاعلها وتغيير طريقتها على مشاهدينا الكرام أن للضحك والابتسامة تأثير أو مفعول السحر على نفسية الإنسان، فالضحك يغير مزاج الإنسان ويعطيه قوة عالية تساعده على مواجهة أعباء الحياة. بالفعل جيهان، مشاهدي الكرام، هذا التأثير يمتد ليشمل الجسد والروح أيضا، فالضحك أيضا يساعد في تحسين الوظائف الداخلية لجسم الإنسان، فهو يساعد إلى يزيد الأكسجين الذي يصل إلى الرئتين، بالإضافة لذلك أنه ينشط الدورة الدموية. خلينا نشوف التقرير ونعود. في بالعالم 7 بليون شخص، احصائيا 95% منهم ستريس، عندهم مشاكل نفسيه، مشاكل صحه، مع انه صرنا هلا بعصر اكثر شيء تطور، ومع هيك المشاكل عم بتزيد، فواحد بيتساءل ليش؟ لانه ما عم بيستعملوا قوه فكرهم بطريقه صح. هل انت غير سعيده؟ تعاني دائما من العصبية الزائدة والتوتر الدائم؟ إليك بعض الصفوف في الاعتماد على الطاقة الإيجابية في جسمك عبر التركيز على الأفكار الإيجابية وطرد الأفكار السلبية. أول ستيب بده واحد يبلش ينتبه على أفكاره، يعني يقول يعرف أنه أفكارنا عم بيأثروا على حياتنا، كل شيء بنضل نركز 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 عليه بيصير مبرمج بالعقل الباطني، وهو اللي عم بيأثر على الطاقة وعلى إحساسنا وشو عم بيصير معنا. فتنغير هيدا الشيء بدنا نبلش نلاحظ شو الشيء النيجاتيف اللي عم بيتكرر، وفي طرق تنبلش نقلبهم يعني نغيرهم يصير بوزيتيف. فكر بشي حلو جامدة، فكر بشي نيجاتيف شيء ما حلو جمدي ايدك. لقيت انه كل الاشياء اللي بتعلمها هون
كتير كتير منيحة وكتير بيستفيد منها الواحد ليحسن حياته. يعني بتصير تطلع بالدنيا بغير نظرة، وهذا الشيء بريح، يعني بهدي جوانيتك، بتصير مرتاح ورايق وما بتعود تتأثر بالأشياء الصغيرة اللي بتحوطنا. يهدف هذا المركز إلى تحسين حياة الفرد عبر تطوير الذات بإعطاء صفوف جماعية تشمل اليوغا والضحك واستعراض التجارب الشخصية والعمل على حلها. صوف الضحك فيهم شوية حركات يوغا، وفي مثلا بيقولوا مثل الضحك بيعدي، يعني بيصير حدا يقول بيصير تضحك أو تقول لهم شيء بيضحك، بيصير حدا يضحك تاني يضحك، يعني كله تو ريلاكس، وفي يو ريلاكسيشن يعني. ولاحظوا كيف جسمكم ارتخى، وجهكم الاكسبريشن على وجهكم صارت حلوة، هيدا لأنه فينا نعيش الأشياء الأحساسات الحلوة، فينا نرجع نعيشها لأنه العقل ما بيعرف الفرق. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. ما هي حقيقة تأثير الضحك على حياتنا، وكيف نستطيع أن نستغل وجود، أو بلاش نستغل، خلينا كيف نستفيد من الأشخاص الإيجابيين لنشعر بالسعادة في حياتنا؟ أسئلة أتوجه بها لضيفتنا هنا في الاستوديو الأستاذة نوف المروعي، وهي المختصة بالطاقة والرياضة والعلاج الطبيعي. أهلا بك وكل عام وأنت بخير. أهلا بك. نوف، يعني إحنا بنستنزف طاقة فظيعة كل يوم عشان يعني نواجه هذه المشاكل اللي عندنا ونواجه الهموم. كيف ممكن يعني تقودينا إلى طرق جديدة وأساليب جديدة نقدر نواجه بها يعني مشاكل الحياة؟ هو اللي حاصل في حياتنا إنه إحنا ما صرنا واعيين باللحظة. في كتير متطلبات، في حاجات معلومات كتير بنتعامل معاها في اليوم، الأساليب التكنولوجية، العمل، الضغوطات، التغيرات في أشياء كتير يعني. حتى الأساليب التكنولوجية المفروض اللي هي أو الوسائل الجديدة المفروض اللي تريحنا أصبحت هي بنفسها ضغوط يعني. فهذا بيستنسف طاقة الإنسان، فأصبح الإنسان غير واعي للي بيصير في داخله في السيستم جوا، بيصير في تغيرات كثيرة على المستوى العصبي والهرموني، وهذا بيسبب تأثيرات وتغيرات فسيولوجية بيولوجية. صح. طيب أستاذ نوف، دحين بالنسبة للضحك، إحنا بنتكلم إنه الضحك بيعمل تحسين بوظائف الجسم، ويعني بيساعد لكثير من الأمور إنها تتحسن على المستوى الصحي. طبعا احنا بنتكلم كيف ممكن للضحك انه هو يعني كله اثر ايجابي في جانبين الصحة. طبعا في الجانب الفسيولوجي والجانب السيكولوجي، وما اقول الضحك انه اضحك اليوم مره واحده، احنا نتكلم عن المرح بصفه عامه والبهجه. والضحك كعلاج مركز، يعني الان اصبح في دول العالم مراكز حتى اللي درسوا فيها بيطلعوا بيتجمعوا في حدائق معينه من الصبح وبيضحكوا وبيعملوا يعني بهجة ومرح، لأنه مجرد خلق البهجة والمرح بتريح الجهاز العصبي، بتبعث على الراحة، بتغير الفنكشن في جسم الإنسان يعني في الأداء الوظيفي. مجرد الضحك بيعمل ستريتشنج لعضلات الوجه والرقبة، بيدخل نسبة معينة من الأكسجين في الدم، بيرفع من نبض القلب، بالتالي بيحسن من الأيض إذا الإنسان. الأبحاث العلمية في المجال بتقول الآن أنه كثرة الضحك طول اليوم، أو إذا كان الضحك في فترة مركزة يعني أكثر من ربع ساعة، بيؤدي مفعول الرياضة المنتظمة المتوسطة الشدة في معدل الحرق من ناحية الفسيولوجية، من ناحية نبض القلب، ضغط الدم الفسيولوجية. طبعا النفسية هذه حاجة أخرى، بس فسيولوجيا بيعلي من نسبة الأكسجين والضغط الدم ونشاط الجهاز السمبثاوي والباراسمبثاوي درجة معينة. من الناحية النفسية بيخفف السترس، بيساعد في إفراز هرمون في الدماغ اسمه البيتا إندورفينز، والبيتا إندورفين هذا هرمون بيقلل من مشاعر التعاسة، بعدين بيسمى هرمون الرياضيين لأنه بيعطي نشاط عالي وبيخفف من الألم، بيرفع مستوى الاحتمالية النفسية والجسدية، مش بس الألم الجسدي، الألم النفسي، لأنه الإنسان اللي يكون حساس بيكون حساس جسديا ونفسيا. صح. سواء للألم الجسدي أو للألم النفسي. طب نرفع يعني اللي بتقوليه كله يعني يقودنا إلى أنه شخصية الإنسان المرح هو في الأخير حياته صحية أكثر من الشخص من أي شخص عادي. بس هذا يعني تمرين صعب جدا، يعني كيف ممكن الإنسان يعني زي ما حضرتك قلتي أنه شخصية حساسة، طب هو كيف يقدر يغير شخصيته؟ هل افتعال الضحك
يعتبر برضو طبعا، لأنه افتعال الضحك هو كيف يعمل العقل الإنسان وجهازه العصبي؟ يعمل بالإشراط. احنا كل العادات اللي بنسويها في حياتنا الواعية والغير واعية هي إشراطات، حاجات اتربطت في دماغنا بردات فعل معينه وبافكار وبعواطف معينه واصبحت عاده، ومش كل عاداتنا صحيه. يعني لما نشوفهم بيقعدوا يتكلموا مع نفسهم مثلا في المرايه يقول انا اليوم حضحك انا اليوم احسن، هذا فعلا هذا ممكن. وممكن انه يعني عارفه احنا لما نيجي نتكلم مع الانسان نقول له خليك مرح واضحك، في البدايه في حاجات معينه لازم نعملها، زي ما يعني بنقول في اليوغا مثلا انه التصلب الجسدي بيؤدي الى التصلب العاطفي او العقلي بيصير الانسان هذا. فهم تلاقي في تمارين الضحك بيعملوا كثير ستريتشنج وتمارين تنفس عشان يخففوا من الشد، فيقدر الانسان لما يضحك يضحك ويحس بالضحك هذا. فهي عمليه جسديه نفسيه عقليه متكامله يعني. طيب انت يعني انا سالتك عن الضحك وتاثيره على الناحيه الفسيولوجيه، كيف ممكن الضحك يساعد على تحسين الناحيه الفسيولوجيه عفوا عند الانسان. طب بالنسبه احنا عارفين ان احنا الان بفترات بنمر بفترات يعني ممكن يكون الزعل شويه هو اللي بيطغى نتيجه زي ما قالت جيهان ضغوط الحياه المشاكل، في كثير امور في الحياه بتخلي الواحد انه يميل الى الحزن او العبوس اكثر او الكشره عرفتي. فهنا احنا خلينا نتكلم الجانب الصحي لا الحزن او لا العبوس اللي هو عكس الضحك. والله احنا دائما نقول في علم النفس وفي اليوغا انه جسدك هو عقلك البين واعي، مش الواعي ولا اللاواعي، البين واعي. فزي لما يعني الطريقه اللي بنستخدم بها جسمنا وعضلاتنا بترسل اشارات عصبيه لجهاز العصبي السمبتاوي والباراسمبتاوي اللي هو الجهاز العصبي الذاتي اللي ما لنا سيطره عليه اللي بنعتبره العقل اللاواعي، وبناء عليه بتحصل اشارات معينه في الجسم. فلما انا بعطي اشارات لجسدي في الداخل انه انا في حاله مشدوده فبالتالي كل الاستجابة بتكون بهذا الشكل. الدراسات العلمية في المجال بتقول إنه الناس المرحين بيعيشوا 30 مرة أكثر من الناس الغير مريحين. معنى ذلك أنه احتمالية إصابتهم بالأمراض اللي تقصر العمر اللي هي الأمراض الضغط والقلب. حتوقف هنا ما أدري إذا جهنت تتفق معي، كثير من الفنانين العالميين الكوميديين على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم بيكون في حزن جوا ممكن، وبنفس الوقت بس بيضحكوا وبيضحكوا. هذول بيكون أعمارهم سبحان الله طبعا ده قضاء الله وقدره بس بيكون أعمارهم قصيرة. والله ما تعرفي ايش في حياتهم، عرفتي؟ ما اعرف، بس الدراسات بتقول على التجارب اللي حصلت العلميه انه الانسان اللي بيتفرج على برنامج كوميدي والانسان اللي بيتفرج على برنامج دراما بعد الكوميدي بيكون الانسان طبيعي وفي حاله طبيعيه بيكمل حياته، اللي بيكون اتفرج على حاجه دراميه او حاجه شويه يعني هذا القياسات العصبيه بتعطي درجه من التوتر والشده. كمان لانه يمكن الاختلاف خلود هنا لانه هذا اللي بيضحك او الكوميديانز سوري اخذين هذا الموضوع كانه وظيفه زي بس هو ما بيضحك، هو بيأدي الدور وبيضحك غيره مهنه، ويمكن عليها او يمكن عليه ستريس اكبر وهو لانه هو ماسك الضحك يعني هو أو هو اي الضحك يمكن احنا بناخذ كله كيف يضحك اللي قدامه بالضبط. هو هو ما بيضحك نفسه هو صح، غير لما يتفرجوا على شيء احد بيضحكوا. نوف انا قلت في البدايه ان كيف ممكن احنا نقدر نستفيد من الناس الايجابيين حوالينا، يعني هو لما يكون الجو حولك إيجابي ومرح، أو إذا كان مكان العمل يتسم بالمرح والهذا، أو كان وضع الـ 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 الأسرة أو الأصدقاء يعني إيجابي أكثر، طبعا هذا بينعكس بشكل كبير. هل لأنه في كثير يعني وبيضايقوا منهم الأهل خصوصا يعني ما هم تينيجرز حتى الكبار شوية والله اللي عندهم هموم دائما في عائلتهم دائما في مشاكل تلاقي يهرب من هذه المشاكل إلى مكان مثلا بيت صحبتها مثلا هم أسرة بتضحك أكثر، وهذا تلاقيها عتب عليها بعدين من أهلها. هل هذا صحيح الهروب من الواقع إلى بيئة أخرى مرحة عشان ترتاح؟ هذا طبعا ما يعني هو يعتبر نوع من أنواع الهروب، لكن يعني بصرف النظر عن حيثيات الموضوع لما أنت تبحثي عن جو إيجابي أكثر، هو الفكرة في الضحك والمرح والبهجة والإيجابية فين؟ بأنها بتقوي الروابط بين الأشخاص أو الروابط الاجتماعية، وهذا بحد ذاته له انعكاس إيجابي جدا على صحة الإنسان. لأنه الإنسان الوحيد أو التعيس أو المنبوذ صحته تتدهور أسرع من الإنسان طبعا المرغوب أو المحبوب أو المرح، لأنه هذا له انعكاسات صحية نفسية وجسدية على الإنسان نفسه.
احنا والله نفسنا نكمل حياتنا كلها ضحك بضحك لانه محتاجينه مره فعلا، يعني احنا محتاجين نضحك اكثر. على طول لا ميزتك انك دائما بتضحك. اي والله بضحك والله من جد ان شاء الله كل ايامنا ضحك بضحك. ان شاء الله. العفو. شكرا. شكرا ليكي. هتقدم الفاصل مشاهدينا. سيدتي مستمرة بعد الفاصل، خليكم معنا. في سيدتي بعد الفاصل، هاشتاج تحرش شباب فتيات الشرقية يثير جدلا في ساحات تويتر. مجددا، شهدت ساحات تويتر جدلا واسعا حول هاشتاج يتعلق بقضية تحرش مجموعة من الشباب في فتيات بمنطقة الشرقية. خلينا نتابع الهاشتاج ثم نعود. من أبرز هاشتاجات اليوم هاشتاج تحرش شباب بفتيات الشرقية، وقد اخترنا لكم مشاهدينا بعض التغريدات حول الموضوع، حيث غرد خالد العلكمي: بدون أنظمة صارمة ضد التحرش والمضايقات سنظل ندور في حلقة مفرغة في جميع قضايا المرأة من عملها لقيادتها السيارة. كما غردت الدكتورة ثريا العريض: في الهند بعد حوادث الاعتداء على النساء تتسلح النساء ببخاخات فلفل حارقة، سلاح بدائي ولكنه فعال في إيقاف أي معتد همجي، يوجهونها مباشرة لعينيها. أقترح أن تتضمن عقوبة تحرش سحب رخصة السياقة من المعتدي لمدة تتناسب مع خطورة النتائج وتزيد مع تكرر الجريمة. التحرش هو قضيتنا لهذه الفقرة، وهي فعلا جريمة بشعة، بس كمان حنشوف فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي على اليوتيوب بيعطي صورة أوضح على بشاعة المنظر، خلينا نتابعه. يعني عفوا مشاهدينا، فيديو مقزز جدا، يعني تحرش بالفتيات، وبعدين هم لا ماشيين في الليل وماشيين مجموعة من الفتيات مع بعض وبكامل حجابهم، ما عندهم أي سبب يدعو الرجل أنه يتحرش فيهم. ضرب وتحرش وكمان تصوير، شيء لا يدعو أبدا للتفاؤل في الجيل إذا ما كان في قوانين تردع هؤلاء الأشخاص. هذولا يعني بكل برود، يعني لو كانت أخته في هذا الموقف كيف هيتصرف معها؟ فقضية فعلا لازم يوضع لها حل. عشان كذا احنا مشاهدينا بنرحب معنا بالكاتب الدكتور عبد الله الطاير، واللي كتب مقال حول الموضوع وحاول التفكير بصوت مسموع عن موضوع التحرش. رحب معي بالدكتور عبد الله الطاير. مرحبا دكتور عبد الله. مرحبتين يا هلا. دكتور عبد الله، المقال اللي قرأته لحضرتك كان رائع، كان بيتكلم عن بناتك الاثنين، كنت تذكر انه لما ورند لو تعرضوا للتحرش كيف ممكن يتصرفوا. واحدة منهم قالت انه هي حتطنش على الموضوع، الثانية قالت انها حتتغاضى لكن اذا زاد الموضوع حتتصل بهيئة الامر، وحضرتك ذكرت انه هيئة الامر يعني ما هي الجهة المخولة لموضوع التحرش. فبرأيك يعني تعقيبا على هذا المقال وتعقيبا على زيادة الكلام في موضوع التحرش والمطالبة بوضع قانون صارم، ليه صار الحديث عن موضوع التحرش الآن في يعني بشكل أكبر، مع أنه هذا الشيء مو موجود يعني جديد، هو موجود من السابق، ما كان منتشر ولا كان في تغطية عليه؟ ما هو سبب ازدياد الطلب بهذا القانون الآن؟ والله شوفي أستاذة هبة، يعني أول شيء المنظر يعني الذي شاهدته معك من قليل
الحقيقة أنا ما شفته قبل ما أكتب المقالة، يمكن لو شفته كانت المقالة أكثر حدة، لأنه فعلا الحقيقة منظر غير حضاري ومقزز، وأستغرب وأستهجنه في مجتمع مثل مجتمعنا المحافظ المملكة. هو يعني إذا رجعت أنا إلى يعني قريتنا مثلا على سبيل المثال، في الماضي كان في اختلاط في المزرعة، كان في اختلاط في المرعى، كان في اختلاط في الأسواق، لكن الناس تدينهم ربما الله أعلم أقل، كان عندهم ما يسمى بالمروءة. والشخص اللي عنده مروءة لا يمكن بأي حال من الأحوال أنه يعتدي على سيدة أو أنه يعتدي على جارته أو يعتدي على يعني أي سيدة يجدها بأي مكان، حتى ولو كان معها بمفرده. حتى في الجاهلية يعني عنتر بن شداد يقول: أغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي ماواها. فللأسف في عصر العولمة نحن استخدمنا التقنية، ما استخدمنا مع التقنية ثقافة التقنية وأنظمة التقنية. صحيح، نعم. وبالتالي أصبح عندنا مواطن كوني همجي إلى حد كبير للأسف، وعلى أي حال ترى هذه صغار وكبار أيضا للأسف، ليست فقط للشباب المراهقين وإنما حتى في بعض المراهقين الكبار. الوضع يعني أنا درست في جامعة في بريطانيا في ليد، ودرست زملائي في جامعات أمريكية ويعملون في مجتمعات مختلطة. هاجس كبير وحالة من الرعب عندما يعمل الرجل في يعني إلى جانب سيدة أو يدرس طالبات، لأنه محاط بأنظمة صارمة جدا جدا جدا. أي كلمة ممكن أن تفسر على أنها تحرش أو تفسر على أنها عنصرية. نعم دكتور عبد الله، في أنظمة تحميهم. نعم تفضل. تفضل، هذا محور سؤالي. احنا ما عندنا اي قانون يعني يجرم المتحرش، قانون صارم، وفي مطالبه من كل الجهات بانه يكون في قانون صارم. برايك ماذا يمنع حدوث هذه الخطوه؟ ليه في تاخير حتى الان وما صدر هذا القانون؟ هل في معيقات معينه ولا ما هو السبب برايك؟ لا، هو ما في معيقات، وانما بكل اسف يعني نحن بطيئين جدا في الاستجابه للمستجدات وللمتغيرات. يعني كانت السائد في مجتمعنا أنه نحن مجتمع متدين ومجتمع محافظ، والواحد ما يرضى لأخته ما يعني اللي يرضاه لبنات الآخرين، وبالتالي لو كانت أختي، لو كانت أمي، لو كانت ابنتي، وهكذا. يعني كانت السائد أنه هذا المجتمع محافظ ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصل إلى هذا المستوى من التعدي على حرمات الناس. الواقع ليس الأمر هكذا، نحن نعاني من ازدواجية كبيرة جدا. عندنا جانب العبادات يعني ما شاء الله تبارك الله الناس حمائم المساجد، لكن جانب القيم في إشكالية كبيرة جدا. لما يكون عندنا إشكالية في جانب القيم، جانب القيم هي المتعلقة بتعاملك مع الآخرين، وبالتالي تحتاج إلى أن تضبطها بقوانين. إذا لم تنهك صلاتك على الفحشاء والمنكر فما الفائدة منها؟ صح. البعض يقول له هذه صلاة بيني وبين ربي، لكن علاقتي معك أنا كإنسان، معك بالسوق، معك موجود، أحتاج إلى أن أضبطها بالأنظمة. يعني ليس لا يعني صحيح أنه عندنا يعني جهل ثقافي كبير جدا، وعندنا تخلف في بعض المجتمعات، وعندنا نوع من للأسف يعني نوع من الهمجية، نوع من اللي شاهدناه بالفيديو هو نوع من الاستعلاء الحقيقة، نوع من الضرب الحائط بكل الأنظمة بكل الأخلاقيات. فهذه النوعية من البشر تحتاج فعلا إلى أن تكون هناك ضوابط وأنظمة صارمة. ما الذي يمنع منها؟ أنا أتصور أنه يمنع منها بطئنا في اتخاذ القرار. ماذا تقترح دكتور عبد الله؟ حضرتك كنت بتذكر أنه في بعض القوانين المعمول بها في الخارج هي اللي تخلي أي رجل في أي مكان لما يتعامل مع المرأة يكون عنده حرص وحذر أنه هو ما يعني يخل بالأدب حتى ما تشتكي عليه هذه الإمرأة ويعاقب. ما هي القوانين التي تعتقد أنها تصلح تطبق في المجتمعات العربية وتحديدا في السعودية للحد من ظاهرة التحرش؟ يعني خليني أقول لك على مثال بسيط. أنا عندي أحد الزملاء من المشايخ الفضلاء من كلية الشريعة في جامعة الإمام، عندما وصل لأمريكا يقول: توقعت أني ساجد المجتمع الفوضوي، المجتمع الكافر، المجتمع الذي لا تسوده أي نوع من الأخلاق. ثم بعد ذلك بعد سنتين وشيء قال: وجدت مسلمين بدون إسلام. طيب ما الذي يمنع أن نأخذ قوانين التحرش المعمول بها في البلدان التي سبقتنا في هذا؟ في بلدان كثيرة سبقتنا في عمل المرأة، سبقتنا في قيادة المرأة للسيارة، سبقتنا في الاختلاط في الفصول، في المستشفيات، في الأسواق، ولديهم أنظمة لا تستطيع مطلقا أن حتى تنظر نظرة إلى خصوصية الآخرين. يعني إذا أخذنا هذه الأنظمة وننظر ما الذي يتفق معها مع الدين وما الذي لا يتفق مع الدين،
أنا في اعتقادي أنه ليس هناك شيء يحث على المكارم الأخلاق وعلى حماية الأعراض وعلى حماية الخصوصيات أكثر ما هو موجود في الإسلام، لكنه موجود عندنا على الورق، موجود عندنا في الكتب، ممكن نتكلم عنه لكن لا نطبقه في حياتنا. فهي المسألة كيف نحولها من قيم موجودة في بطون الكتب والمراجع الشرعية، كيف نحولها إلى واقع نتعامل فيه فيما بيننا في العلاقات الإنسانية فيما بيننا. دكتور، كمان احنا بنلاحظ انه في تحرش في وسائل التواصل الاجتماعي سواء على الفيسبوك او على تويتر او الرسائل، او حتى لما شخص يتصل على رقم وانه تطلع يعني من باب انه يتكلم مع الفتاة او يتعرف عليها، الترجيم اللي بيصير في الشوارع بشكل يعني ظاهر للملأ للكل يعني. فهل تعتقد انه يعني صارت وسائل تفنن في المعاكسات والتحرش، يعني مو فقط في بيئة العمل، حتى المرأة لو هي خارجة تجيب الاغراض الخاصة فيها للمنزل، الامور العادية، وفي بعض الرجال بيقولوا انه لا، وهذه ثقافة يعني مزعجة، إنه المرأة مكانها المنزل، في سيدات يحتاجوا يعملوا، في سيدات يعيلوا أسر، من حق المرأة العمل والمشاركة، كانت من أيام الصحابة والرسول كانت تعمل تطلع المرأة، ما بتجلس طول الوقت في بيتها. فما تعليقك على هؤلاء الأشخاص، ماذا تقول لهم؟ يعني هو أنا أقول شيء، يعني لا نقيس حالات الآخرين على حالاتنا. إذا كنت أنا موجود وعندي بناتي وعندي أختي وعندي زوجتي وأستطيع أني أخدمهم في أشياء كثيرة، هناك الكثير من السيدات هم اللاتي يقمن على البيوت، هم اللاتي يعني لا يوجد رجل في حياتهم ولا في محيطهم، وبالتالي لا نستطيع أن نطبق عليهم مسألة أن يبقين في بيوتهن، لأن فعلا الحقيقة قد تموت وهي في بيتها، إما من الجوع وإما من الحاجة وإما من المرض. المسألة خروج المرأة بكل يعني أصبح ضرورة وواقع موجود، هو كيف ننظم هذا الخروج، كيف نحمي هذا الإنسان، كيف نحمي المرأة. الشيء الأسوأ من هذا أنه كثير من السيدات يتعرضن إلى التحرش ويتعرضن إلى الابتزاز، ومع ذلك لا تستطيع أن تفصح عن ذلك حتى لا تتهم بأنها هي السبب. يعني أنا في المقالة يمكن لو قرأت وقلت أنه لو كيف لو أنه ابنتي لما استدعت هيئة اللوم معروف، وبدلا من أن ينصروها يعني قالوا طيب رموا اللوم عليها بالشكل هذا بالضبط. فكثير من السيدات يتحملن الأذى في سبيل أن لا توقع محرمها، لا توقع زوجها، ابنها، والدها في مشكلة مع الآخرين، وتتحمل وتتغاضى عن ذلك. نحتاج فعلا يعني مثل ما أتلفت إلى أن سن الأنظمة المناسبة. أنا والله تصورت يعني يمكن الإنسان لما يعيش في بيئة معينة تصورت أن هذه الظاهرة اختفت في مجتمعنا، لكن هذا الفيديو المحزن الذي رأيته الآن وما أسمع من بعض القصص الحقيقة الموجودة عندنا تدل على أنه الجانب الأخلاقي عندنا بكل أسف لا التربية تعمل عليه بشكل جيد، لا التدين استطاع أن يقوم أخلاقنا، وليس هناك أنظمة. وبالتالي ما هو موجود على وسائل التواصل الاجتماعي هو انعكاس ما هو موجود في المجتمع أيضا. صحيح دكتور عبد الله، الدكتور والكاتب عبد الله الطاير، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، الله يجزاك خير. يعني فعلا وضع مؤسف بمعنى الكلمة، وعلى فكرة الدنيا سلف ودين، الشخص اللي بيعمله في بنات الأخريات حيصير في بناته وفي أخواته، فما في لزوم أن احنا نتعامل بهذه الطريقة. وكمان يعني خلينا نتعلم من الدول اللي سبقتنا بسن قوانين، مثلا زي القانون العقوبات الإماراتي الخاص بالتحرش، واللي بتنص المادة 358 على أنه المذنب يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن أتى علنا فعلا فاضحا مخلا بالحياء، والمادة 359 من قانون العقوبات الإماراتي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد. احنا مشاهدينا في السعودية وفي الدول العربية عاداتنا الاجتماعية بتلعب دور أساسي وكبير في ازدياد نسب السمنة. احنا كشعوب عربية يعني سعوديين بنمتاز بالضيافة والكرم، لما يجونا ناس نقدم كميات كبيرة من العديد من أصناف الطعام كبادرة حسن ضيافة وترحاب بالضيوف. طبعا هذا بيؤدي للسمنة وبيؤدي للعديد من الأمراض، وكمان صعب أنه احنا لما نجونا ضيوف ما نقدم لهم كمية من المأكولات، ويمكن لو قلنا نعمل مأكولات دايت في بعض الأشخاص ما يكونوا يحبوا يأكلوا أكلات دايت أو أكلات خفيفة. إيش الحل؟ وتفاصيل أخرى مع رنيم من الرياض. مساء الخير رنيم. مساء الخير هبة، أهلا فيك. يعني بالنسبة للأكل صراحة ما أعتقد في خرجة أو مشوار أو حتى زيارة عندنا ما يكون فيها لو شيء خفيف، يعني لو حلب صراحة هو حلو لكن ضمن حدود معينة. أعتقد نتائج العيد يعني ظاهرة على معظم الناس كلنا حاليا. والله كلنا إذا مشاهدينا مشكلة واحدة، المشكلة كيلو أو اثنين، يعني هذه تكون مشكلة معنا والناس ما تحس فيها، والكاميرا يعني تكون بالواجب كمان تزود الوزن.
إذا مشاهدينا الأصناف اللي دائما موجودة على السفر تقدم للضيوف سواء كانت حلويات أو حتى طبعا أكل بشكل عادي أو موالح، يعني عادة تكون أكيد لذيذة لكن فيها سعرات حرارية عالية، فيها أحيانا يكون دهون، إضافة لموضوع السهر، قلة النوم أو النوم المتأخر والوجبات الدسمة، طبعا كله مرتبط في بعضه، لأن إذا نمنا متأخرين مثل ما للأسف معظمنا نعمل نصحى من النوم يكون عندنا رغبة شديدة في الأكل، وعادة الأكل الخفايف تكون فطور لكن مع يعني بعدها بكم ساعة يكون في مشروع غدا، إضافة إلى حلب طبعا مع القهوة أو الشاي إلى آخره، وأهل مجرى، والنتيجة طبعا زيادة وزن متفشية للأسف في مجتمعاتنا العربية. مشاهدينا، للحديث حول موضوع زيادة الوزن تحديدا في المناسبات معنا في الاستوديو الأستاذ راشد النافع، أخصائي تغذية العلاجية في مستشفى الملك خالد التخصصي. أهلا فيك جميل. أستاذ الجامعة، عفوا أستاذ راشد، أهلا بك. وطبعا تو طبعا خلصنا موسم العيد، كل عام وانت بخير، لكن بخير. كل ما تزور ناس أكيد يكون في ضيافة ولها جانبين، يعني أحيانا أنت يعني لازم تضيف الناس وفي المقابل لازم أنت تاكل من هذه الضيافة، كيف نتعامل في المناسبات الرسمية أو في الأعياد مع موضوع الضيافة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام أنتم بخير والمشاهدين بخير. عاداتنا الاجتماعية، احنا عندنا مشكلة كبيرة في العادات الاجتماعية، فاحنا كل مناسبة غالبا مرتبطة بأكل، يعني مثلا نتكلم عن الأعياد، نتكلم عن المناسبات أو العزايم أو الزواجات أو حتى العزاء، أي شيء عندنا في مناسبة لازم فيه أكل. المشكلة أنه نوعيات الأكل هذه غالبا هي عالية في الدهون، عالية في السعرات الحرارية، عالية في السكريات، ايضا في حرج اجتماعي انه انت ما تاكل، وفي حرج اجتماعي ايضا من انه ما تقدم الاكل هذا للضيوف. اعتقد انه صحه الانسان اهم من العادات الاجتماعيه. نعم، انت كضيف ممكن تقدم حلويات او تقدم شيء، لكن انت كشخص جاي للمناسبه هذه ممكن على سبيل المجاملة، يعني مثلا تأخذ أشياء بسيطة وأنت تحسبها من ضمن اليوم هذا، مثلا أنت عارف أنه اليوم في الليل أنا عندي مناسبة وعارف أنه راح بكون بإحراج أنه لازم راح آكل، ممكن وجبة الغداء تكون أقل من المعتاد، أوفر شيء للعشاء، أخذ أشياء بسيطة في اللي هي في البداية اللي هي زي الشوكليت أو الأشياء اللي تجي مع القهوة، بعدين بالعشاء أحاول أنه أبدأ تدريجيا، ما أجي في الطبق الرئيسي على طول، مثلا أبدأ في سلطات، في أشياء خفيفة بعدين أبدأ في هذه، يعني تحاول أنه على سدد وقارب، وأنه ما أجي يعني أخلي دائما الأمور مفتوحة، لأنه راح نكون في مشكلة كبيرة. يعني احنا لو نلاحظ عندنا هنا دائما المسؤولين او الناس المرتبطين دائما بمناسبات او شيء، يعني او يعني معليش الناس اللي في مناصب عالية، غالبا احنا نشاهد في المجتمعات العربية عندهم زيادة في الوزن. ليش؟ لانه دائما مرتبطين في مناسبات، دائما مرتبطين في اشياء هذه، مضطرين انهم يجاملون الناس، يعني يسووا لهم عزايم او كذا، بالاضافة الى انهم هم اذا سووا شيء لازم يكون على مستوى، يعني انه الاكل لازم يكون فاخر وكثير والى اخره. نعم بالضبط. لكن اسمح لي، يعني عندنا مثل ما قلت سدد وقارب، يعني العادات والتقاليد ان لازم يكون في اكل، عاده يكون اكل دسم، يعني معظمنا المجتمعات الشرق اوسطيه او في الجزيره العربيه دائما الاساسي رز ولحم. بالضبط. اوكي بالضبط. لكن يعني كيف يعني الشخص نفسه يتعامل مع العادات والتقاليد، تحديدا اذا كان مصاب بمرض الضغط والسكري عندنا منتشر بشكل كبير، كيف انا كمريض اسيطر على نفسي، او ممكن انا يعني افرض طبيعه الشيء اللي انا اكله على الشخص المضيف؟ أنا زي ما قلت قبل أنه الصحة أهم من العادات والتقاليد. الشخص اللي سوى العزيمة مثلا أو سوى المناسبة علشان هذا الشخص، أنت علشان أنت ما سويت المناسبة هذه إلا أنت عشان أنت تحبه أو مقدر هذا الشخص طبعا، فأنت كشخص مصاب بمرض لا سمح الله زي سكر مثلا، ضغط، أمراض القلب، الأمراض المرتبطة غالبا بالأكل، أنا لازم أوصل للشخص اللي هو مستضيف أنه أنا حالة خاصة، أنا إذا أكلت معناته أنه أنا بضر نفسي، أنا لازم يكون عندي لازم أكلي يكون محدد، بالإضافة إلى أنه زي ما قلت قبل أنه ما يبدأ على طول بالأكل الدسم اللي غالبا بيكون رز ولحم، يعني ممكن أبدأ بالأشياء اللي قبل هذه أكثر منها، أكل من الأشياء الدسمة أو الكربوهيدرات العالية اللي في الرز أو في الدهون العالية في اللحم، أحاول أخذ كمية قليلة، يعني احنا نتكلم عن لو واحد مثلا
إنسان طبيعي يحتاج في اليوم نتكلم من 2000 إلى 2500 سعرة حرارية. نعم. وجبة زي هذه اللي هي نتكلم عن مفطحات مثلا، وجبة زي هذه فيها ممكن واحد يأكل 1500 سعرة حرارية يعني بدون ما يحس. إيه. فيعني أكثر من نص احتياجه في وجبة واحدة في اليوم. طب إذا أنا عندي صحن مثل ما قلت مفطح، لكن يعني هل مثلا إذا أزيل الدهون أركز على مثلاً الحتة البروتين اللي هو لحم أكثر من الرز، ممكن أسوي نوع من التوازن؟ ممكن، هو ممكن سوي، لكن أنا أقصد أنه أنت كشخص مريض لا تجامل على حساب صحتك. جميل. أنه بالأخير أنت ممكن يزداد معك المرض. أحياناً أنا أقول لك يعني في بعض القصص أنه فيه مثلاً شخص طالع من المستشفى أصلاً عنده مشكلة في القلب، مشكلة في زيادة دهون، مش أي مشكلة، ارتفاع في السكر، تلقى لما يطلع من المستشفى تلقى أهله أو أقاربه أو حبايبه يسوون له مناسبة ويحطون في هذا أنه الشخص لازم تاكل علشان أنك تظهر أنك الحمد لله طيب وكذا، أنك تاكل وما عندك مشكلة. هذا الأكل ممكن يسبب المشكلة، ممكن يرجع للمستشفى بحالة أخطر من لا اللي لا سمح الله. صارت معكم حالات مشابهة يعني؟ في قصص كثيرة، في أنا سمعت قصص كثيرة. أيضا أنا بحكم أني أعمل في قسم السمنة، في اللي هو جراحات السمنة، في ناس يسوون عمليات لتصغير المعدة أو شيء بعد عمليات السمنة، فقال لما يخلص ويرجع للبيت، هو أصلا المفروض إن إحنا معطينا توصية إنه يكون على سوائل فقط. صحيح. تلقى في البيت مسوين له مناسبة أو أحد أحبائك مسوين له مناسبة، لا إلا تأكل، إحنا حاطين هذا الكلام علشانك. هذه مشكلة كبيرة، إحنا لازم الوعي لابد أن يبدأ من البيت أولا. طبعا. من البيت، من المدرسة. إحنا صراحة أمر مخجل عندنا إنه في التعليم عندنا ما في شيء عن التغذية. تخيل أنه مدرسة فيها 500 طالب 500 مراهق ما يعرف أي شيء عن التغذية، ما فيها وجود لأخصائي تغذية. صحيح. هذه مشكلة كبيرة. إحنا الحين نواجه مشكلة كبيرة اللي من ناحية السمنة عند الأطفال. يعني نشوف الأمهات، يعني هذه من الأشياء الاجتماعية أيضا. تفضل. أنه نشوف يشوفون دائما اللي عنده زيادة وزن هذا إنسان كويس، يعني الحمد لله صحته كويسة. وفي مفاهيم خاطئة، يعني مثلا الأطفال عمر سنتين أو 3 سنوات لا مو مشكلة يكون يكون مليان بيروح طول مثلا، دائما شائعة. أو السيدة مثلا لما تكون والد كل عادة مثلا يكون في تركيز على الأكل بشكل يعني ممكن مهم تعوض السيدة بعد الولادة، لكن ممكن ندخل في مرحلة الأذى أو زيادة الوزن واللي يكون صعب التخلص منها. صحيح. هو قضية أنه الوزن يروح بالطول، لا هذا خطأ، لأنه لكل طول له وزن معين. فمشكلة أنه بعض الأمهات إذا شافت الابن عنده وزنه طبيعي هو، بس أنه تشوفه لا أنا ابني نحيف، ملاحظ إحنا في شيء هذا في المستشفيات، تجيب ابنها تقول أنه ابني نحيف، طيب عنده مشكلة في الأكل؟ لا ما عنده مشكلة، أكيد في مشكلة ثانية هي تقول أنه ليش ما هو سمين مثلا. إيه مثلا سمين. ولد خالته ولا ولد عمته ولا هذا لا يأكل زي أقل منه وأسمن منه. المشكلة في هذاك السمين ما هو في ولدك، وفي طبيعة الأكل. نعم. ممكن زيادة الأكل أو زيادة الوزن ما هي دليل صحة وما هي دليل أنه التغذية جيدة. ممكن هذا اللي عنده زيادة وزن ممكن عنده يكون نقص فيتامينات، وممكن يكون عنده مشاكل كثيرة، بالإضافة إلى أنه ممكن الإنسان النحيف يكون عنده. أهلا بكم في القسم الأخير من برنامج سيدتي لليوم. وصلنا لفقرتنا الأسبوعية فاشن رادار، وحرحب معنا بخبير الأزياء والمظهر وائل فطايري. أهلا فيك وائل. أهلا فيك وائل. خلينا نبدأ اليوم بالفنانات، في طبعا عربيات وواحدة بس أمريكية. صح. خلينا نتكلم عن أزياءهم وإيش كان رأيك في اللوك تبعهم. نبدأ بأحلام الملكة زي ما بلش بقوله. أول شيء بفتكر عندك التقرير. إيه حنتابع التقرير أول. نعم. شيء ونرجع. شكرا للتصحيح. نسيت. حنشوف التقرير ونرجع. أحلام ريهانا، هيفا وهبي، ونانسي عجرم، نجمات سلطنا عليهن الأضواء وخطفنا الأنفاس بأسلوبهن. البداية مع نجمة الخليج أحلام التي تثير جدلا واسعا في كل مرة تطل بها على الشاشة بإطلالاتها المختلفة. ويقول خبراء الموضة أن الستايل الشخصي هو العصا السحرية التي تعكس من أنت وماذا تريد، حيث يعكس ستايل النجمة أحلام ثقتها القوية بنفسها واهتمامها البالغ بإطلالاتها، كما يتميز بطابع ملكي ذو فخامة وتكلف، لذا أطلق عليها جمهورها لقب الملكة أحلام.
ومؤخرا شاركت الفنانة الإماراتية أحلام جمهورها بصور لها عبر حسابها على إنستغرام بإطلالات سوداء متعددة، منها ما ارتدته أثناء إحياء حفل زفاف وأخرى ارتدتها برفقة الأصدقاء. ومع الفنانة العالمية ريهانة ننتقل، والتي اختارت أيضا الأسود في جلسة تصوير لها في العاصمة أبوظبي، حيث ارتدت ريهانة ملابس محتشمة للغاية وبدلة سوداء بحجاب أسود اللون وحذاء ذهبي، وأنهت طلتها بقلادة ذهبية مميزة. القلادة الذهبية التي ارتدتها الفنانة نانسي عجرم في إحدى إطلالاتها الأخيرة على الجمهور والمكتوب عليها كلمة هابي بالإنجليزية هو ما لفت نظر جمهورها أيضا، إلى جانب طبعا لباسها الستايلش عبارة عن سروال وقميص. والنهاية مع الفنانة هيفاء وهبي التي أطلت مؤخرا بطقم أبيض لونته بقميص أحمر مزركش يتماشى وتعيينها سفيرة الاتصالات للقضايا الإنسانية. مشاهدينا اهلا بكم مجددا، اهلا فيك وائل. بعد التقرير خلينا نبدا باحلام، وما رايك باللوك اللي كانت لابسه؟ هلا احلام انا حسيتها انه ما عم تقدر ترسع على ستايل معين، يعني هي بتحب تخاطر بتحب تجسف، وهذا الشيء حلو بالفنان يعني انه يكون عنده هذا الروح التغيير، بس انا برايي ما عم تقدر تلاقي الستايل اللي بيعمل بالانس بين الواو فاكتور واللي هو اللي بتحبه هي احلام كثير، دائما شيز او تي تي بيسموه اوفر ذا توب، دائما بتحب الشكل والكريستال الدايموند لوك، عرفتي شو قصدي؟ فانا برايي لازم تلاقي حل يعني لللوك تبعها، انه شوي تعطي بالانس بين البساطه وبين توازن، بين يعني تعمل توازن بين هول الشغلتين. فهي نوع جسمها كمان، اليوم فينا نحكي شوي بسرعة عن نوع الأجسام مثل الثمرة أو الإجاصة، الكمثرة بالسعودي كمثرة. شو بيسموها؟ الكمثرة. الكمثرة أوكي. فهيدا النوع من البودي تايب دايما لازم الوحدة تركز فيه على الجزء العلوي لجسمه، لانه بيكون الجزء هذا اصغر من الجزء السفلي. صح السفلي، لانه دائما مثل الاجاصه دائما اكبر من تحت واضعف من فوق. فدائما هي لازم تركز احلام على الجزء العلوي من جسمها، او وشوي تخلي شوي في من تحت يكون في شوي ستراكتشر ويكون شوي تيلرد اكثر لللوك. هي بس بتلبس الفساتين اللي بيكون لها كشكش كتير من تحت عم تعطي الانتباه لتحت، بيعطيها وزن اكثر فبتبين اكبر. هي مثل ما شايفين هون بهيدي الصوره، اذا بتشايفي طبقات، هيدا ايف سان لورو دريس كثير ايف سان لورو، بس حتى لو لون اسود وحتى لو الاسود بيضعف بعده مبينه من تحت، بيعطيها حجم اكبر، حجم اكبر. فهي لازم تعمل عكس هذا الموضوع من فوق الموديل اكثر يكون. صح. بس على فكره احلام احيانا في الموديلات اللي بيكون فيها شك كثير واحيانا تقوم الالماس الكبيره، في بعض الحالات بيكون انيق وشيك. صح. بس الواحد يرجع يشوفها بموديل سمبل ساده بسيط زياده عن اللزوم، فالتنوع هذا احيانا مش مناسب. يعني انا برايي احلام بتبقى الشك يناسبها اكثر صراحه، السمبلسيتي البساطه. يعني انا اعارضك، اسمح لي حقول لك دائما بتعارض كويس، صح التعارض. انا برايي فيها شوي تعطي هذا مثل اوكي، فينا نعمل بالانس بيني وبينك هلا بالبقرانا، انه فيها تعطي مثلا التوب تبعها يكون في شك وفي يكون في مجوهر، يعني مثلا مثل هذا اللوك اللي بيعملته بفوتوشوب، لبسه الجلوفز الجوانتي في يدها كله امبرويدد من فوق لتحت، اذا بتشوفي الدرس كله كان على قد الجسم، في انجلز منه بيطلع حلو، في انجلز منه شوي مكبره. فانا برايي تعطي حل وسط، تركز على الجزء العلوي من جسمها، الجزء السفلي تخليه شوي مور ستراكتشرد، وحتى فيها تلبس الوان بس ما يكون في كتير حركه، دائما لازم نسلط الاتنشن على الجزء العلوي عندها. بس يعني خليني اوكي، هذا كلام منطقي في الفاشن. نعم. بس يعني خلينا نكون شويه واقعيين، السيدات عشان شكل جسمها صعب عليها ان هي يعني تستمر على لوك واحد طول عمرها، تمل اكيد لا، بس طبعاً. يعني ممكن تعمل حركات بس الحركات تكون بسيطه جدا، فيها تلبس بانتس. انا ما انا اللي انت فهمتيني غلط، لا لا انا ما فهمتك غلط، لا 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 اسمعني وائل، احنا في الفاشن كلنا عارفين انه الستراكشر تبع الجسم يحكم في التصميم. صحيح. بس كمان فرضا انا عندي جسم معين، ما حقدر طول عمري البس ستايل معين لانه جسمي كده. ممكن يعني ذاك المصمم يعمل فكره حلوه وبسيطه في نفس الوقت ما تكون مكلفه في الجزء السفلي، وفوق يكون الموديل اكثر. بس انا اللي عم اقوله انه لازم تبعد على الاشياء اللي عم تعطي
هيدا السايز الضخم، فيها تعمل شو ما بدها بس تتجنب هول القطع او هول التكلف الزائد اللي بيعطوا هذا الحجم. اي وبتعمل الشك اكثر يناسبها بس بشكل صح مقبول. صح. عموما حننتقل لريانا، احنا امس تكلمنا عنها في الحلقه عن اللوك حقها، بس نبغى تعطينا باختصار رايك في اللوك. انا اول شيء كثير انبسطت انه شفتها مغطاية كلها لمره واحده بحياتنا يعني. بس انا دائما انا بقول الستايل اذا كان مش بمحله او ما عم يحترم اللي حواليه بيفشل اللوك. انا بالنسبه لي فشلت ريانا بهذا لكل مقام مقال، يعني ما كان مناسب صح في المسجد، وهذا الكلام قلناه امس. يعني حتى لو اوكي الجامب سوت اللي لبسته حلوه ومحتشمه وكل شيء، بس الاتيتيود تبعها تصرفها المحل حركاته. الغلط اللي عملت فيه فوتوش، وهي طلبوا منها الرحيل يعني من المسجد يعني المسجد. صحيح. نعم. طيب وبالنسبه لنانسي عجرم، انا صراحه حبيت اللوك حلو، يناسبها البراءه والنعومه اكثر من غيرها، بيلبق لها اكثر من بناتي اكثر. صحيح. وهذا القلاده اللي لبستها هي من لونفان من الكولكشن الجديده، كثير حلوه ومهضومه وبتعكس هي الفيلينجز تبعوها وشخصيتها المرحه. فانا برايي كانت كثير مهضومه اللوك تبعها، كان مناسب ليها، هي ناسبها السمبل اكثر من الثقيل. طيب نجي لهيفاء وهبي، كيف كان رايك؟ انا يعني انا عاده مش كل الاوقات بتخيب لي ظني باللوكس تبعها، بس هالمره ابدا ما عجبني اللوك. هيدي السوت اللي لبسته من اوسكار دي لارنتا من اخر كولكشن له سبرينج سمر 13، مقصرتها ومكبرتها، ويعني هي هيدي ما بتلبق ابدا لجسمها لهيفا. كانت لازم حلو الترند الاوفرول وايت، ما عجبتني ابدا التوب الحمراء اللي حاطتها تحت لانه نازع اللوك. يعني اذا بتشوفي صح كمان طالع لونها شوي شاذ، يعني ما لها علاقه بالمره بالحلو شعرها، حلو الميك اب، حلو الشنطه اللي لبستها، بس ال شيز تو شورت، كثير هي اقصر من ال يعني السوت لازم تطلع على حدا اطول، اطول وانحف اكثر كمان لتبينة. يعني صح هي هيفا جسمها فيه انوثه صح يناسبها الموديل، ما يكون كثير في يعني شك مقصرتها، مش شك عفوا، ما يكون في طبقات كثيره فعلا مقصرها، يعني يناسبها موديلات اخرى، والالوان كمان كانت تناسب. ما نشحت معها لهيفا ابدا، ما نشحت معها الفكره بس عموما في النهايه يعني دائما الاختلاف صحي وحلو يكون. اكيد يمكن في ناس حبوا اللوك، في ناس ما حبوا اللوك، بس دائما احلام تاخذ الجزء الاكبر من كلام الناس. هلا هي بالنسبه لاي يمكن عم تحقق اللي بدها اياه، لانه دائما السيلبرتي الفنان هو ملك للجمهور صح، فاذا دائما هي مثلا عم تخلي العالم يحكوا عنها فهيدا الشيء هيدا اللي لازم عم تنجح بهذا الموضوع. فأنا برايي بس لازم هلا تحاول تلاقي الستايل اللي بيناسبها اكثر شيء وتثبت معين عليه، لانه هي عندها هيدا البيرسوناليتي اللي الجريئة ممكن تخليها صح تبين كثير كثير يعني رائع على الستيج. شكرا وائل على الفقرة، وشكرا على المعلومات اللي أعطيتنا إياها وتعليقاتك. وإحنا مشاهدين وصلنا لنهاية حلقتنا، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بكل اللي نعرض في الحلقة، ويهمنا دائما تواصلكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالأفكار والمقترحات، لأنه هذا برنامجكم. مني هبة جمال ومن فريق العمل كل الشكر، نلقاكم غدا الساعة 5 بتوقيت السعودية. إلى اللقاء.